nó à السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح

وإذا كنت فيهم فعكمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليعودوا أسرهاتهم وإذا سجدوا فليكونوا والدد ضعيفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليعودوا هِذْرَاهُمْ وأسليهتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسليهتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة وعيدة ولا جنى عليكم إن كان بكم عذا مما تري أو كنت مردا مردان تدعوا ن وهزوا إذركم إن الله عدى للكافرين عذابا مهينا وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله كياما على جنوبكم جنوبكم وإذا معمدتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة قانت على المؤمنين كتابا موكوطا ولا تهنوا في الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ والدرجون من الله ما لا يرجون وكان الله بالعقل تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين ولا تغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم إن عليك ودي لا خير في كثير من نجواهم إلا من آمر بصادقة أو معروف أو إسلاهم بين ومن يفعل ذلك ابتغاء مرجات الله فسوف نؤتي أجرا أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل وساءت نشيرا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما يظننا ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا ناج وان يدعون الا شيطانا ولا ادلنهم وله منينهم ولا امرنهم فلا يبينتكن ذا الانعام ولا مرنهم فليغيرنها الكرب ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم ويمنهم وما يعيدهم الشيطان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنة جنات تجري من تحتها الأنهار أنهار خالدين في أبدا ومن اشدك من الله كي ليس بآمانيكم ولا أماني أَحَلِ الكتاب. "من يعمل سوءا يجزانه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نشيرا" ومن يعمل من الشالهات من زغر او انثى وهو مؤمن، وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة جنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وَجَعَوْا إلا وجاءوا لله وهو محسن وانتبع ملة إبراهيم غليبا والدعوى الله إبراهيم غليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء ميتا ويستمتونك في النساء قل الله وما يطلع عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن لا تؤتونهن ما كتب لهن وتركبون أن أنكفوا الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن من بعد يا أو أراد فلا جنا عليهما أن يصلي أن يصلي بينه درأت الْأَنْفُسُ السُّوءَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فلن تستطيعوا أن تعديلوا بين النساء ولو ورستم ولا تميلوا كل الميل وفتزروا والدار هاك المؤلقات وإن تشركوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً وإن يتبرك يغني الله كل من شعره وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وشينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم اتقوا الله وإن تغفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله جني ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وقيل إن يسعى يُجَهِبَكُمْ أيها الناس ويأتي بآخرين وقال الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا والعاهرة وكان الله سميعا بشيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط سعداء لله سعداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تروا أو تعرضوا وإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا رسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل لا بعيدا إن الذين ثم آمنوا ثم كفروا ثم, كفروا، ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لِّلَّذِينَ يَدْعُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنَ يَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ إِنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا ويستخ الجاء بما ويستنجاء فلا تأخذوا معهم حتى يعودوا في حديث غيري إنكم عزيزا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم وإن كان لكم, لكم فتح من الله قالوا لم نكن معكم وإن كان للكافرين نشيرا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يقوم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يوديون الله وهو وديعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مزبزبين بين زالك لا إله هؤلاء ولا إله أولا. ومن يدل الله ومن يدن الله فلن تزيد له سبيلا يا والذين آمنوا لا تدعوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن تريدون أن تجعلوا لله عليكم شرطا مبين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تزد لهم نشيرا So why you karatum <coughs> insa is <laughs>

نسألك يا الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد شَالُوا مساء أكبر أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فهزتهم الشائكة بظلمهم ثم الدواء العزل من بعد ما جاءتهم البينات وهبون عن ذلك وآتينا موسى وآتينا موسى يوسع سلطانا مبينا ورفعنا بغهم الضورا ساكهم وقلنا لهم دول الباب سجادا وقلنا لهم لا تعدوا لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم من ساك قليلا وبما نقول وَبِهِمِّ من إنساكهم وكفرهم بآيات الله وقضيهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا بل تبع الله عليك بكبرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكبرهم وقولهم على مريم بعدانا عظيما وقولهم إن, إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم مريم رسول الله وما قتلوا وما سلبوا ولكن سبي لهم وإن الذين اختلفوا في لفي شوق منه. ما لهم به من علم الا اتِّبَاعًا ظني عند وما قتلوه يقينا. يقينا. وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي إلا لا يؤمن النبي الموت ويوم القيامة يكون عليهم شيدا إن الذين كفروا وَسَدُّوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليعذيهم ضريح ولا ليخذيهم طريق إلا طريق جهنم والدين فيه وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا غير لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا لا تبلتوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلماته ألقى إلى مريم مغروركم منه وأمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة إن تقولوا غيرًا لكم إنما الله إله. سبحانه أن يكون له ولد ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لا يستنكف المشيخ ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستقبل فسيحشرهم اليه جميعا. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستغفروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لكم من دون الله وليا ولا نشيرا يا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين, فأما الذين آمنوا بالله و سموه سيدخلهم في رحمة منه ففضل ويهديهم إليه صراط مستقيم يستبدونك قل الله يبديكم في القلاله إن أرى أمها ليس له ولد وله أخت فلها نسب ما ترك وهو يريد سواء إن لم يكن لها ولد وإن كانت أنسى. نادا سنتين ظلومت سلوك سن السل مما ترك وان كانوا اخوه رجالا ونساء ولانذاك مثل غد الأنسين يبين الله يبين الله لكم عدد النور والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. وعيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير مهل الشيء وأنتم هرون إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا سعائر الله سعائر الله وللسور الخرام ولا وللقاء لا إداء ولا أمين أمين اله ما يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا خللتم وشدوه ولا يجرمنكم شانا ان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا أن دعا ونوح على الإثم والرضوان واتقوا الله وطوك والموجودات والمترد يكون ليد والناتحة وما قال السابق فاقسموا بالعسلم جاء ليكم بستم اليوم يا يا إيسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وانسون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فمن تراه محمد ساتي و في وَإِنَّ الله غفور رحيم يسالونك ما يجاب وما ول لغير الله به والمنعنيكه والموقزات والمترديه والناتيه وما عقل الشَّعْبُ إِلَّا ما شقيتم زَكَّيْتُمْ وما أنز بها على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فيه ذلكم فيسكون اليوم ينزل الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ولا تخشوهم ولا وهشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إسلام مدينة ومن در في مخمسة غير مُتَجَانِفٍ في وإن الله غفور رحيم يسألونك ما أهل لهم كل أهل لكم الطيبان وما علمتم من الجواره مقلبين تعلمون، تعلمون قلنا مما علمكم الله فكلوا. مما أمسقنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أهل لكم الطيبة وتعام الذين أوتوا الكتاب هِلُّ لكم وتعامكم هل لكم والمهسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب, أوت الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن كن زور كن مسرين غير ولا متعزين ولا متعزي أحدا ومن syaram hey, mengaji amak di bare bare ngaji mah aja ngaji aja jin pengen oh, tadarus ye, oh, ye. Eh. kalau insyaallah kalau ada waktu ji terima kasih ayo eh kalau buat ke tahu iya iya insyaallah insyaallah terima kasih puna nya waktu karena kalau-kalau yang kuriballah di rumah ya. sendiri

بسم الله الرحمن الرحيم <applause> ومن غير في غير متجانب لإثم وإن الله غفور رحيم يسألون كما جاءوا إلا لهم قل أهل لكم الضيبان وما علمتم وما علمتم من الجوار مقلبين تؤلمون كنا تؤلمون ان مما اظلمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب <applause> اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين الكتاب إلا لكم ودعاءكم إلا لكم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قبلكم إذ آتيتموهن وزورهن محسنين غير مسافين ولا متغيد أغدان ومن يَفْرُ بالإيمان

وأرجلكم إلى القأبين وإن كنتم ذنوبا فاطهروا فاطهروا وإن كنتم مرجع على سفر أو جاهد منكم من الغال من القوى اتعو مَشَّدُ النساء فلم تجدوا ما فتيم فتيم موسى

ما يريد الله ليجعل عليكم من غرز ولكن يريد ليتخرأكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وذوقوا نعمه الله عَلَيْكُمْ ومن الذي وَثَّقَكُمْ به اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا واتقوا الله واتقوا <applause> الله إن الله عليم بالذات الصدور يا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ سَنَانُ يومي عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُوا <applause> 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 Lindsay ثم أن يبشدوا إليكم أيديهم أيديكم فكفى أيديكم عنكم واتقوا الله واتقوا الله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم مثني عشر نكيبا وقال الله إني وقال الله إني

واغردتم الله كرها سنه لو عنكم سيئاتكم وَلَأُدْهِلَنَّكُمْ جنات تزري من تَهْتِئَ الانهار فمن قبر بعد ذلك منكم فقد دل السبيل وبما نخديهم من ساكهم وجاء وجعلنا قلوبهم يغرفون الكلمات عن ونشوح ونشوح مما ونشوح ذكروا ولا تجلوا تدعي على عائلة منهم إلا قَلِيلًا منهم فعفوا عنهم واشفعوا إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا شعورا أخذنا من ساكهم ونسوا مما ذكروا به وأغرينا بينهم الْأَعَدَاوَةَ والبغل إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أحل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تغفون تعوفون من الكتاب ويعبو أن كثيرا Danger حق قبر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن راد أن يخلق المسيح مسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وما يخلوكم ما يشاء يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وكالت اليهود والنشاران اغنوا أَبْنُوا الله واهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر مِّنْ من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المشير يا جاء. كدجاكم رسول لا يبين لكم على فترة من الرسول أن تقولوا ما جاء ما جاءنا من بشير ولا نذير وَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وإذ قال موسى لقومه أقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك وآتاكم ما من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم a dabare kun patan kwaliba patan kwaliba o o kɔngyiren kwaalo ye moh sẹ. وإنا لن ندخل حتى منها وإن يخرجوا منها فإنا دوهيلون قال رجلان من الذين يخافون أنعام الله عليهم دخلوا عليهم الباب وإذا دخلتم فإنكم غليبون وإنكم غليبون o ye musalaba awo o yẹ lóye. فازحب أنت وربك فكاتب إنا هاؤنا هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي. وبين القوم الفاسقين قال فإن محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض، وَأَلَا تعسى على القوم الفاسقين واطل عليهم نبا ابني ادم بالحق ان ذَكَرَ رباه كربانا فَتُوْكُمْ بلا من اهديهما ولم يتقبل من الاخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط الضوء إلي يدقى سان ما بباسط يضيء اليك يهدي إليك أل إني أخاف الله رب العالمين

وتوعد له نفسه قد لغي فقد له بأسبها من الخاشرين الله وبعث الله غرابا يبعث في الارض ليريه وَقَيْفًا يواري شوات اخيه قال يا انت اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فوري يا اخي فأسبح من النعادم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض في العرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن اغوائها بقى انما الناس جميعا ولن جاءتهم رسلنا ببينات ثم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يهاربون الله ورسوله ورسوله ويسعون في الأرض في فساد ان ان يقتلوا او يسلبوا او تقطعوا اود قد دعا ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الْأَرْضِ ذلك لهم حجي في الدنيا ولهم في الاخره ولو كن في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم واعلموا أن الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسئله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْضَعُ ليبدلوا به من عذاب يوم القيامة ما تعقب لا منهم ولهم عذاب عليم يريدون يريدون أن يخرجوا من من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والشار. والشارك والشارك الطوف وادعوا جزاء بما كسبا نقالا من الله والله عزيز حكيم ومن تاب بعد ذلني وأسلا فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها يا أيو الرسول لا يخزنك الذين يشارعون في الكفر من الذي, من الذي قالوا آمنا بأنواههم ولم وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ صمع لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لم يأتوك لم يأتوك يهربون القلم من بعد ما وادعيه يقولون إن أوتيتم خذا فخذوا وإن لم تؤتوا وإن لم 5] ومن يريد الله في نفسه فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا أجر ولهم في الآخرة أجر عظيم سماه سماعون للقاذب ان قالوا فان جاءوا كفاكم بينهم او أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ ظَهَرْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْكِشَدِ إِنَّ اللَّهَ يُهِمُّ الْمُخْشِدِينَ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا توراة فيها في عودة يحكم بها النبئون <سؤال> الذين <سؤال> أسلموا <سؤال> 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 للذين للذين الربانيون والاخبار والاخبار بما استخفضوا من كتاب الله كتاب الله وكانوا عليه سؤداء ولا تخشعوا الناس والشرون ولا تشتروا بايادي سمانا قليلا ومن لم يَعْكُمْ بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقد عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذون بالأذون والسن بالسين والجروح في شواش ومن تصدق به فهو كفارًا كله ومن لم يحكم بما أنزل الله أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكفينا على أسرهم بعيسى بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتينا الإنزيل فيه عدون ومصدقا لما بين يديه من التوراة من التوراة وهدى ومعيدة للمتقين وليحكم أهل الْإِنْزِيلِ بما أنزل الله فيه وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومن جاء ولو شاء الله لجعلكم أمة أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما فيما واستبقوا الخيرات إلا إلى الله إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه تعتلفون وَنِعَكُمْ بينكم بما انزل الله ولا تتبع هواءهم وَعَزَرَهُمْ ان يمدنوك عن بعد عن بعد ما انزل الله اليك وإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعد ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون عفاهم كَمَلْ جاء أَفَهُكَ الجاهليات جَاهِلِيَاتِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُؤْكِنُونَ صدق الله العلي العظيم الله اكبر Allahumma barik wal wal muslimina waltabiin Allahumma ya billahi turwa wajwar dini bi qotiwa dini yuska bihi shaqiyun bi idzni Allahumma inni a'udzu minka minal sutni wal zudam. wal baras wa min shay' Allahumma ya Allah ampun kami ya Allah darash shaqam ya Allah yang lalu lalu hingga saat ini dan dia misalnya khususnya kedua orang tua kami Allah sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil hingga dewasa lapangkan dan berikan cahaya ya Allah pada makamnya pada keluarga kami yang lain saudara-saudara kami dan keluarganya seluruh keluarga kami sahabat-sahabat kami handai tolan yang kukenal ya Allah yang kukenal ya Allah ya Rahman ya Rahim dimanapun berada yang fakir yang miskin yang senantiasa berjihad di jalanmu ya Allah wabar Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Kudus ya Latif ya Awal ya Wahid ya Hakam ya Hakim ya Hafiz ya Basir ya Sabir Allahumma ya Allah terimalah amal ibadah ya Allah, Allah. Berikanlah pula kepada kami ya Allah Laylatul Qadarmu ya Allah Sebagaimana engkau memberikan kepada hamba-hambamu terdahulu Allahumma ya Allah Sampaikanlah salamku ya Allah Salam kami ya Allah Kepada junjungan kami Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pada sahabatnya keluarganya ya Allah Para tabi'in ya Allah Para, para malaikatmu ya Allah Para Nabi dan Rasulmu Ya Allah Pujuang-pujuang Islam terhadap Allahumma ya Allah Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh